احنا بالنسبه لنا الموسيقى اللي عم نقدمها مش كثير ناس خلينا نحكي متذوقينها، فعم نحاول قد ما نقدر انه نوصلها في طريقه شوي مودرن نوعا ما بما يتناسب مع الالات الموجوده. الالات المعتاده زي البشنا، البربان، الاب بشنا، هي الات اساسيه، والبختشتش عم نضيف الدرمز والبيس، وراح يكون في جيتار وكيبورد وبيانو عشان شوي نواكب الحداثه الموسيقيه الموجوده. ونوعا ما في اذا بتلاحظ اتجاه الكتروني للموسيقى، فراح يكون هذا إشي راح نعمله لقدام ان شاء الله.